فلفل اربع جنيه حار هو ايه فلفل حار طماطم من زوز ونص الخيار 4.5 5 على حسب لا صوبات توا شمس هي طماطم بس اللي شمس توا الكوسة 5 3.5 4 فلفل حلو هذا يبدا عندك من 8 على حسب لانه مستورد من 8 ل 10 مصري مستورد من 8 ل 10 عندك الملفوف هذا الزوز بجنيه ونص زوج جنيه عندك البصل الاخضر بزوج جنيه عندك الاعشاب الاعشاب كلها في لا الاعشاب الكزبر والمعتنوس والجرجير وال والشبت 3 بجنيه عندك البنجر ب 3 جنيه الربطة زوز ونص هذا ب 2 جنيه 3 ب 5 هذا الكزبر هذا ب 3 جنيه زوز ونص الموز في موز ب 4.5 في موز ب 5 على حسب النوعية في اكوادوري في مصري في انواع الاكوادوري اللي هي العصفورة هذه اجود حاجة هذه تبدا من عندك من 6 6.5 7 على حسب السوق لان الموز كل يوم طالع نازل هذا تركي 6 جنيه هذا فرنسي هذا فرنسي 8 جنيه 9 جنيه هذا ايطالي 13.5 14 ايه كله ايطالي الفراوله الليبيه تجاره الفراوله 4 جنيه 3.5 على حسب السوق دعوانا غير مكسب بس هذه في منها تونسيه في منها مصريه لكن هذه مصريه تو هذه ب 12 هذه القشطة هذا القشطة مصرية هذه مصرية معروفة مصرية القشطة 25 20 على حسب السوق الكيلو 14 في عندك العنب غير غالي شوية لبناني هذا ب 20 التمر يبدا من 7 8 معك وانت راقي نوعيات في جافة الكزر هذا الصيني يجيك ب 15 زنجبيل زنجبيل غالي شوية زنجبيل ممكن 30